مساء، يمكن من دقائق بسيطة جدا لسه مبتدي، فخلينا نعرف من كريم كل التفاصيل الخاصة بمران النادي الأهلي النهاردة. مساء الخير كريم. مساء الخير عليك الزميل العزيز احمد سمير، تحياتي ليك وتحياتي ايضا كمان لكابتننا الكبير الكابتن ضياء عبد الصمد. يعني بدايه المعسكر المغلق النهارده، ايام جماهير النادي بتعدها عشان يظهر الفريق في اولى مبارياته الوديه، كل الناس عايزه تطمن على الفريق، كل الناس عايزه تطمن على النجوم، كل الناس عايزه تعرف كمان الشغل اللي بيحصل مع مارسيل كولر في نظام اليوم الواحد وبدايه المعسكر المغلق النهارده، اليوم مشي ازاي؟ يعني بالتاكيد نقدر نقول بقى بدات المرحله المهمه جدا في اعداد فريق النادي الاهلي للموسم، هي دي المرحله المهمه اللي اكدنا عليها وقلنا المرحله دي هي اللي بتشيل اللعيبه وهي دي اللي بتخليك بطل، التركيز الكبير جدا في هذه المرحله بالتدريبات وبالمحاضرات الفنيه والنظريه وكل الامور دي محتاجه مجهود كبير من اللعيبه، تركيز اكبر من الجهاز الفني، الحقيقه الجهاز الفني رغم ضيق الوقت لكن الحقيقه عامل شغل كبير جدا، في التفاصيل الصغيره جدا زميلي احمد بتبان الجديه وبتبان الروح الكبيره جدا، كل فرد في الجهاز الفني بيأدي دوره على اكمل وجه، مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب موفر كل الامور اللي تساعد على النجاح، ينقصنا ان شاء الله باذن الله التركيز المعهود على لعيبه النادي الاهلي، الكل بيبذل كل قوه في التدريبات، خلاص بدات المرحله النهارده، تدريب صباحي كان كله الحقيقه يمكن رفع الاحمال بشكل كبير جدا صباحا، النهارده يكون التدريب المسائي ممكن يكون في جزء بسيط بالكوره لكن هي اغلبها طبعا كلها تدريبات في الجيم، كلها مربعات صغيره جدا، كلها احمال سبرنتات، كلها امور معتاده طبعا على فريق النادي الاهلي، الحاله المطمئنه جدا للعيبه النادي الاهلي ان لعيبه النادي الاهلي اللي يمكن خدت فتره كبيره جدا من الراحه وكانوا الحقيقه محتاجينها وبقالهم فتره كبيره جدا ما خدوهاش، باينه بشكل كبير جدا عليهم، باينه في الجاريه في الانطلاقه في التعطش الكبير جدا للعوده من جديد للتدريبات، وده امر مهم جدا هيساعد لعيبه النادي الاهلي، خلاص انت لما بتبقى المباريات على طول متلاحمه وتدريبات متلاحمه بيجي لك حاله ملل شويه بلغه الكوره، لكن الامر ده مهم جدا ويعني الفتره دي كانت مهمه ويا رب ان شاء الله تفرق مع فريق النادي الاهلي بشكل كبير جدا في كل البطولات، خلاص يمكن التدريب اقدر اقول لك من لحظات مستر مارسيل كولر طبعا المدير الفني اجتمع بلعيبه النادي الاهلي بياكد في كل مره على اهميه هذه التدريبات، ابذل كل ما عندك في هذه التدريبات لان هي دي اللي هتساعدك بشكل كبير جدا، حاله الانسجام اللي بنشوفها مع برونو سافيو ومع شادي مع مصطفى سعد ميسي كل الامور دي الحقيقه اتكلمنا عليها لان يمكن اوضه اللبس مهمه جدا وده الدور الكبير المعروف على لعيبه النادي الاهلي، اي حد بينجح اما بيكون في اوضه لبس كده وفي يكون في لعيبه كبار تقدر ان هي تدخل على طول اللعيبه الانسجام السريع بعيدا طبعا عن الكوره لكن الاجواء البسيطه جدا اللي احنا بنشوفها في التدريبات في اوضه اللبس، الهزار اللي بنشوفه برونو مع كهربا، يعني انت عارف يمكن برونو برازيلي كهربا يمكن بعض الامور طبعا اللي فيها فكاهه وفيها مرح بشكل كبير جدا بتبين العلاقه الكبيره، شادي حسين ويمكن روحه الكبيره مشجع درجه ثالثه في النادي الاهلي، مصطفى سعد ميسي اللي منتظرين منه كتير جدا، كل كمان الكوكبه والسكواد الرائع والمميز جدا اللي معانا عندنا ثقه كبيره جدا فيهم، كل منتظر زميلي احمد زي ما انت قلت مباراه يوم الاربعاء، عايزين نشوف اللعيبه، عايزين نشوف كل الامور الخاصه طبعا بمستر مارسيل كولر، حاجه مطمئنه ويمكن مرحله مطمئنه جدا بدات النهارده، بنتمنى ان شاء الله تستمر هذه الجديه الكبيره جدا مع لعيبه النادي الاهلي، يمكن انا اكدت على نقطه الناس بتقول ان المعسكر المغلق انتهى يوم الخميس، ده يمكن امر مغلوط شويه، المعسكر المغلق ممتد حتى يوم الاثنين، فتره كبيره جدا من التدريبات صباحي ومسائي يكون طبعا فيها جرعات تدريبيه مختلفه ومتنوعه، لكن متفائلين بشكل كبير جدا الحقيقه من اللي احنا شايفينه مع فريق النادي الاهلي، ثقتنا كبيره جدا في كل اللعيبه ويا رب يستمر هذا الاداء والتركيز الكبير سواء من الجهاز الفني او مع لعيب النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي خليني اسالك يا كريم الدقيقه جدا، خليني اسالك على يمكن في بعض الاسماء يمكن كنت بتكلم في بدايه الحلقه على شريف وقفشه، دول يمكن على المدى القصير انجاز التعبير يعني يكونوا جاهزين وان شاء الله يخشوا في تدريبات الاهلي الجماعيه ويكونوا جاهزين لبدايه الموسم، بعض الاسماء ثانيه ممكن تبقى محتاجه وقت اطول شويه، وكان الكلام على عمار وعلى بيرسي تاون، اطمن منك لانه بنشوف اللعيبه موجوده حتى في التمرين لكن عايزين نعرف حالتهم وعودتهم ومشاركتهم ورؤيه الجهاز الفني للاسماء دي. يعني لو هبدا معاك بشريف وقفشه يعني اقدر اقول لك خلاص 48 ساعة للقادمين ممكن ياخد من اجزاء بسيطة جدا من الكورة، يعني يمكن شريف بينزل في التسخين، قفشه يمكن لسه كمان ما دخلش جرعة التدريبية القوية اللي نقدر نقول ان قفشه خلاص رجع من جديد، لكن في ال 48 ساعة للقادمين هنقدر نشوفهم ان شاء الله في التدريبات المسائية، الحمل انت عارف صباحا بيكون حمل بدني مرتفع شوية، امس يمكن كان خد اجازة طبعا محمد شريف وقفشه ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع، لكن فرصهم قريبة جدا ان هم ان شاء الله يعودوا من جديد ومش بعيد ان احنا نشوفهم حتى في جزء بسيط جدا من المباراة القادمة او من ثلاث مباريات القادمين، هي رؤية طبعا
الجهاز الفني والجهاز الطبي. على الجانب الاخر طبعا بيرسي وعمار ان شاء الله باذن الله زي ما اكدنا وقلنا ماشيين بشكل كويس جدا. عمار الحقيقه في التقيل، بيرسي خلاص في المراحل الاخيره ان شاء الله يعود من جديد. عندنا وقت لسه، يعني يمكن المرحله دي مهمه جدا ان انت ترجع 150% مش 100%، لان مرحله مهمه جدا، لان احنا محتاجين كل اللعيبه الفتره اللي جايه. خلاص اتحسم الامر الخاص بالانطلاقه البطوله الافريقيه، محتاجه بقى تركيز كبير جدا من الجهاز الفني، الهايلايتس وكل الامور الخاصه بالاتحاد المنستيري التونسي، لان هتكون انطلاقه قويه جدا. فريق مميز جدا تابعناه النهارده في المباراه، فمحتاج مجهود وتركيز كبير وتحضير جيد جدا ايضا كمان كالعاده على الجانب الاداري من الكابتن سيد عبد الحفيظ. يا رب ان شاء الله تكون انطلاقه جيده من الموسم في البطوله الافريقيه، وربنا يحافظ على لعيبه النادي الاهلي ويقدروا يستفيدوا بشكل كبير جدا جدا من هذه التدريبات القويه واللي فيها جديه كبيره جدا، هتساعدنا الحقيقه زميلي احمد بشكل كبير جدا على مدار الموسم بالكامل. عندك معلومات على ماتش يوم الاربعاء مع بتروجيت؟ هل تحدد له ميعاد معين؟ في عندك تفاصيل تخص اول مواجهات الاهلي الوديه؟ يعني حتى هذه اللحظه يمكن لم يتم تحديد الموعد، لكن من الوارد ومن الطبيعي انت عارف بيكون ميعاد التدريب 5 عصرا، يعني من المقرب جدا يكون هذا الموعد هو موعد المباراه، لكن لم يتم التحديد بشكل رسمي طبعا زي ما احنا عارفين من الكابتن سيد عبد الحفيظ. لكن هي هتكون مباريات مفيده جدا لفريق النادي الاهلي بعيدا عن الاهداف وبعيدا طبعا كل الامور دي، محتاج مارسيل كولر يشوف اللعيبه على ارض الواقع، يشوف الجمل التحركات كل الامور دي، لان مهمه جدا الحقيقه هذا التحضير مع فرق قويه الحقيقه، يعني بتروجيت واسوان ايضا كمان، وخصوصا انه يوم الاربعاء صبح كريم هيكون في تمرين، يعني حسب الجدول المحطوط عندنا انه كمان يوم المباراه صباح المباراه هيكون في تمرينه تمرين صباحي للنادي وللعيبه، وبعد كده مساء هيكون في مواجهه بتروجيت التي لم يتم تحديد موعدها. كابتن ضياء اي اسئله لكريم؟ كريم كنت عايز اسالك سؤال، هو ممكن بيتعمل لبعض اللعيبه بياخدوا مثلا جزء معين جيم تقويه لبعض اللعيبه، ولا هم الفترتين الصباحيه والمسائيه فقط؟ يعني اذا كان الصبح مثلا بيبقى موجود الشغل البدني وبعد الظهر فني، ولا بياخد بعض اللعيبه بيزودوا شويه قوه مثلا الساعه 12 او الساعه 1 قبل التمرين مثلا 3 4 ساعات؟ نقطة هامة جدا الحقيقة يا كابتن ضياء، وانت عارف ان حضرتك طبعا كنت نجم التدريبات وطبعا كالعادة فاهم جدا في هذا الأمر. لا أقدر أقول لك صباحا يعني مجموعة بتاخد فقرة جيم، ثم بعد كده مجموعة بتنزل أرض الملعب، مجموعة بتعكس تخش هي اللي بتاخد فترة بسيطة جدا من الجيم، بتعكس كمان الأمور دي في الخامسة، تقدر تقول يمكن في عدد بسيط جدا من اللاعبين في هذا التوقيت بياخدوا جرعات بسيطة، هو فترة متنوعة وفيها تدريبات متنوعة بشكل كبير، مش كل اللاعبين بياخدوا الجرعات التدريبية كاملة أو كل اللعيبة بتخش الجيم، لأن أنت عارف بتوزع الأحمال بشكل كبير، لأن أنت هتبدأ تطلع بالحمل وتنزل بيه مع المباريات الوديه. فعشان كده بقول لك يا كابتن ضياء زميلي احمد مجهود كبير جدا بيبذل، مرحله مهمه جدا لعيبه النادي الاهلي محتاجه تركيز وبذل جهد كبير جدا. الجهد دي اللي شايفينها الحقيقه مع اكرم، التناغم الكبير جدا اللي بنراهن عليه مع برونو سافيو وايضا كمان مصطفى وشادي، ده اللي مطمننا بشكل كبير جدا. الامور الحمد لله مطمئنه بشكل كبير، لكن بنتمنى ان شاء الله باذن الله يستمر لعيبه النادي الاهلي في تركيزهم الكبير، ويا رب ان شاء الله هذا الموسم يكون كله بطولات ويسعد كل طموح جمهور النادي الاهلي كالعاده. كريم اخر سؤال هساله لك، بالنسبه للاحمال، يعني توزيعه الاحمال دي بتبقى بكل اللعيبه ملتزمين بيها بنفس الحمل، ولا مستر كورر بيوزع الاحمال حسب الخطوط وحسب الـ 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 مثلا العمار او الـ 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 حسب نتيجه الاختبارات القياسات اللي اتعملت، ولا كله بياخد نفس حلم؟ يعني دي انت ممكن تبقى يعني شايفها، ولا ما تبقاش واخد بالك منها كريم؟ لا يا كابتن، ده يمكن المعتاد والمعروف الحقيقه، يمكن اللقطه الاولى اللي يمكن الملف الطبي اللي اتعمل لكل لعيبه النادي الاهلي، كل لاعب بياخد بعض التدريبات على حسب طبعا التقرير والملف. يمكن طبعا انت عارف بعض العضلات محتاجه ان انت تزود الخلفيه شويه، تزود الاماميه شويه، يكون في شغل شويه على هذه الامور. في لعيبه بتزود شويه وفي لعيبه بتاخد جرعه تدريبيه محدوده بدقائق معدوده. الفايل المعمول الحقيقه للاعيبه النادي الاهلي امر مهم جدا، وكانت خطوه كبيره جدا ما كناش عارفين نعملها خلال المراحل الماضيه، تلاحم المواسم الكبير اللي شفناه مع فريق النادي الاهلي كنت بتقدر تعمل جزء منه لكن مش بالشكل المعتاد الحقيقه. فيمكن الملف اللي اتعمل لكل لعيبه النادي كده الاهلي كريم. ده اللي نقدر عليه. لا وكريم دايما الحقيقه يعني ربنا يخليك جاهز ومتابع، و اساله اي سؤال وانت مطمن لازم تلاقي الاجابه. لا انا مبسوط كده كريم، الحته دي بصراحه انا يعني انا شايفها بدايه صحيح. ان شاء الله صحيح. النجاح وبدايه ان شاء الله هنتكلم فيها هنتكلم فيها طبعا واقع خبرتك. مبسوط كريم وميرسي كريم على التقدير. انت كمان كلاعب عشت موضوع اليوم الكامل ده كابتن جا. بشكرك كريم، شكرا جزيلا. دي كانت اخبار تمرينه النهارده.